عندنا تقرير حنكون بنفس الأجواء وحنكون معاكم يعني تحديدا من الجنادرية ومن جناحية الإذاعة والتلفزيون. طبعا راح يكون معنا الآن لقطات نشوف معاكم هذه الزيارة لمعالي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون دكتور عبد الملك شلهوب. يعني يمكن تواجد جناح هيئة الإذاعة والتلفزيون في مهرجان الجنادرية يعني واحد من الأركان الرئيسية والأساسية كون أنه يطرح صور قديمة لهذا المهرجان أو صور أيضا تخدم الأركان والفعاليات اللي موجودة في هذا المهرجان. فأتوقع من الممتع فعلا حتى الواحد لما يزور أنه كيف كان المهرجان وأنا الآن وسط المهرجان كيف. صحيح. والجميل أيضا بالمشاركة من قبل هيئة إذاعة والتلفزيون بأنها تكون أيضا تستعرض هذه المسيرة لقطاع التلفزيون والإذاعة وأيضا الصور الجميلة التاريخ والأرشيف كامل من خلال صور أيضا اللي يحب أن يزور الجناح ويتعرف أكثر وأكثر على المقتنيات الرائعة التي أيضا تضم التاريخ والتراث وتضم الحضارة والتطور في الهيئة. وبالتالي كلها هذه طبعا بنشوفها معاكم بالنسبة لي بيزوروا أرض الجنادرية ويزوروا إن شاء الله هذا الجناح.